السلام عليكم. شكون فينا ما عمر لعب كرة القدم في الصغر ديالو ومازال كيلعبها لحد الآن؟ فهي لعبة من أكثر الألعاب الرياضية شعبية بين الشباب عبر العالم، بحيث كيلعبها الصغير والكبير، الفقير والغني. ويمكن لنا القول أنها لعبة الفقراء، بحيث أن معظم نجومها جاءوا من أسر فقيرة أو متوسطة. فكثيرا ما نجد مجموعة من الشباب يلعبوا كرة القدم في الأحياء أو الساحات أو الملاعب المختلفة. فهي لعبة بسيطة وما فيها حتى شي تعقيدات، بحيث يمكنك لعبها في أي مكان، ماشي بحال مثلا لعبة التنس أو الغولف، فهي ألعاب لها أماكن مخصصة لها ولا يمكن لأي شخص الانخراط فيها. ومع انتشار كرة القدم الواسع لم تعد تقتصر على الذكور فقط، بل حتى الإناث اللي لعبوها واحترفوها بشكل جيد، لتصبح اللعبة الأكثر انتشارا وشهرة عبر العالم بلا منازع. ولات كتنظم لهذه اللعبة مسابقات على المستوى المحلي والوطني والمستوى العالمي، بحيث كتحظى هذه المسابقات وخاصة العالمية بنسب مشاهدات عالية جدا بسبب التنافس الشديد بين الفرق، كما أنها تمتاز بقاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة جدا، بحيث نجد المشجعين في الملاعب والمقاهي وحتى المنازل، في حين أن عدد اللاعبين في عالم كرة القدم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 265 مليون لاعب ولاعبة في أكثر من 200 دولة، وما زال هذا العدد يزداد يوما بعد يوم. وهذا يدل على أن الساحرة المستديرة هي اللعبة الأكثر انتشارا ومتابعة وممارسة في تاريخ الرياضات التي عرفها العالم. سوف في هذه الحلقة إن شاء الله غنعرفوا بدايات هذه اللعبة العريقة وبعض المحطات المهمة في تاريخها. وقبل ما نبداو كنبغي نشكر أحد المتتبعين الأوفياء اللي كانت هذه الحلقة تحت الطلب ديالو، اللي هو أنور. ديديكاس ليك أخي أنور، وشكرا بزاف على الدعم ديالك. كل لكم حتى انتم تكتبوا لي في التعليقات المواضيع اللي بغيتوني نهضر عليها، او تصيفطوا لي ميساج عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام، راه غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في الوصف. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بالجديد لحظه نزولي. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو على بركه الله. يعود تاريخ كرة القدم إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، بحيث تعرفت في الصين باسم تسوشو كأول بداية لها في حياة الإنسان. وكتشير الأدلة إلى أنها كانت عبارة عن تدريب عسكري في ذاك الوقت، بحيث كان اللاعب كيحاول إدخال الكرة في الشباك المثبتة على أعواد الخيزران، وكانت الكرة اللي كيلعبوا بها محشوة بالشعر والريش. تعرفت عند اليابانيين 600 سنة قبل الميلاد باسم كيرامي، اللي بقات لحد الان كتلعب بشكلها الاصلي في الثقافه اليابانيه، بحيث كانوا كيلعبوها داخل حلقات دائريه كيتجمعوا داخلها اللاعبين وكيقوموا بتمرير الكره فيما بينهم بلا ما تقيس الارض. وفي عام 1300 ظهرت كره القدم في انجلترا، بحيث كانوا اللاعبين كيلعبوا بكره مصنوعه من مثانه الحيوانات، وهنا تم فرض الحظر على كل من يلعب كره القدم نظرا لتخوف السلطه الحاكمه في ذاك الوقت من انشغال الناس بها عوض تعلمهم الرمايه. ذلك لأن إنجلترا كانت في خضم حربها مع اسكتلندا. استمرت الساحرة المستديرة في الانتشار بشكل سريع في مختلف الأوساط الاجتماعية في إنجلترا، وكانت كرة القدم في عام 1800 عنيفة جدا، وكانت أشبه بحلبات الملاكمة أو المصارعة نظرا للكم والضرب اللي كان بين اللاعبين، اللي كانوا كيراهنوا على البيوت ديالهم والأموال ديالهم في حالة الفوز أو الخسارة ضد الفرق الأخرى اللي كانت كتضم أحيانا 1000 لاعب. مع تزايد العنف تم إقرار قانون الطريق السريع عام 1830، واللي كينص على أنه من يقوم بلعب كرة القدم في الطرق الرئيسية أو السريعة سيتم تغريمه مبلغ من المال. وهنا انخفضت نسبة العنف قليلا في المباريات، ومن بعد أصبحت كرة القدم رياضة الجميع في مختلف الطبقات الاجتماعية. وفي عام 1863 انفصلت كرة القدم عن كرة الريغبي، وتم تأسيس أول اتحاد لكرة القدم في العالم، وهو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. في أواخر القرن التاسع عشر وفي ظل الحرب العالمية الأولى، مبقاتش كرة القدم حكرا غير على الرجال فقط، بل دخلت عالم النساء. وبالرغم من الحظر اللي تفرض على كرة القدم بسبب الظروف السياسية في ذاك الوقت، إلا أنه بعد رفعه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 1971، استمرت كرة القدم النسائية في الانتشار على مستوى العالم كله. في عام 1904 وبعد الانتشار الكبير اللي حققته كرة القدم في مختلف بقاع الأرض، هنا أصبح من الضروري تواجد هيئة رسمية دولية معينة بشؤون هذه اللعبة. لذا تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو اختصار للاسم الفرنسي فيديراسيون انترناسيونال دو فوتبول اسوسياسيون،
وقد تم وضع القوانين الأساسية لكرة القدم وأسس لتطويرها في المستقبل. ومع تأسيس الفيفا أصبحت اللعبة أكثر تنظيما وانتشارا وشهرة على مستوى العالم، وأصبحت كرة القدم مصدر لتعلم الروح الرياضية والأخلاق بين اللاعبين والمشجعين. اللهم بعد المشاهد العنصرية وغير الأخلاقية اللي كتوقع أحيانا في بعض المناسبات، إلا أنها تظل واحدة من الرياضات اللي كتعلم الروح الرياضية والتسامح والأخلاق في مختلف أنحاء العالم. من أهم المحطات التاريخية في عالم كرة القدم نجد عام 1710 ظهور اللعبة في المدارس الإنجليزية، عام 1857 تأسيس نادي شيفيلد كأقدم نادي في العالم، عام 1862 وضعت أول قوانين لكرة القدم، عام 1865 منع الحارس من مسك الكرة العائدة من لاعبيه، عام 1867 وضع مبدأ التسلل، عام 1872 تقنية حجم ومواصفات محددة للكرة، عام 1875 تعويض الشريط اللي كان كيحدد علو المرمى بما يعرف الآن بالعارضة، عام 1878 حكم بريطاني يستعمل لأول مرة الصفارة في التحكيم، عام 1885 وضع تشريعات الاحتراف، عام 1891 ظهور ضربة جزاء، عام 1900 أول دورة أولمبية في باريس، عام 1904 نشأت الجامعة الدولية لكرة القدم وبدأت بسبعة دول، عام 1912 أصبح بإمكان الحراس استعمال يديهم داخل المربع، عام 1927 أصبح الهدف من زاوية الركنية مباشرة جائز، عام 1929 تقرر تنظيم مباريات كأس العالم كل أربع سنوات مثل الألعاب الأولمبية، عام 1930 تنظيم أول مباريات لكأس العالم في الأوروغواي، عام 1992 تنظيم أول مباراة لكأس العالم النسائية في الصين. كرة القدم من الرياضات اللي صنعت لنا الفرجة والمتعة من خلال المباريات اللي كنشاهدوها وكنستمتعوا بها، وكنتمنى هذاك التعصب بين المشجعين على الفرق ديالهم ما يبقاش، لأنها كتبقى مجرد لعبة وكيخصنا نتحلوا بالروح الرياضية. صوت لهنا كينتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.